هعمل دجاج مشوي او دجاج روستو في الفرن بالكيس الحراري. هحتاج طبعا انا هنا عامله فرختين، يجي مننا بقى في ايه في ايام اعياد وكده، لكن طبعا في الطبيعي احنا بنعمل فرخه واحده. عامله كمان هتبلها بقى بايه، بصلتين مبشورين ناعم، فصوص ثوم، ملح، فلفل اسود، معلقه صغيره سبع بهارات، معلقه صغيره زعتر جاف، معلقه صغيره العسل الاسود بتاع اللي موجود في اي مشويات، زيت زيتون، ليمون، ومعلقتين كبار صلصة، معلقتين كبار كاتشب، الصوص الحار ده اللي هو الهوت صوص يا جميعا. وكمان هحتاج بقى خمس بصلات اقطعهم من صوص، كم جزرة، كم بطاطساية، كم طماطماية، وقرن فلفل حار. كل ده بحط معاه في الكيس الحراري، بينزل واخد بقى من طعم الفراخ ودايب، محكي الكيش على طعمه. الفراخ دي عايزه اقول لك تتبيلتها بسيطه انما حلوه قوي. وطبعا عندي هنا زبادي، انا قلت اهو زبادي تاني. انا عندي فرختين هتبلهم بايه، ببصل وتوم وملح وفلفل اسود وبهاراتك الحلوه اللي احنا عارفينها، وكمان بحب احط زعتر جاف. طيب طبعا معلقه العسل الاسود انت عارفه اساسيه معايا، وشويه زيت زيتون وليمون وصلصه وكاتشب والهوت صوص فيكي تستغني عنه تماما، ممكن تحطي بداله هريسه شطه. عندي هنا كوبايه زبادي، ودي بقى يا جماعه ليها عامل كبير قوي قوي قوي، بتطري لي انسجه الفراخ، بتخليها جميله كده. كمان عندي هنا بصل بقى، دي خضار، ده خضار هحطه جوه كمان الكيس الحراري مع الفراخ. طيب عباره عن ايه، بصل، جزر، بطاطس، طماطم، فلفل، اللي انت عايزاه هتحطيه. بسيطه قوي 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 قوي. هعمل ايه، هجيب البوله الكبيره بتاعتي علشان اعمل الفرختين مع بعض. هحط بقى ايه، ادي الهوت صوص بتاعي الاول. الاول الاول بعمل ايه، بجيب البصل والثوم ماشي كده، والزعتر بيديلها طعم رهيب، والسبع بهارات ماشي. انا بتبل ايه، انا بعمل فرختين فبتوصى، وطبعا الفلفل الاسود بتاعي والملح. خلاص هعمل ايه بقى، هدعك ده كله الاول، واجي عندي على الفراخ بتاعتي اهي، اروح عامله ايه هنا، اروح عاملاها كده الاول، ومدخلها كده الحشوه دي جوه وبين ايه الجلد وبعضه. مهم قوي قوي الخطوه دي الاول. وبعدين بالكم انا عملت ايه، بتبل الاول على الجاف بالبصل والثوم عندي هنا. طيب هعمل ايه بقى، بصل وثوم وزعتر وسبع بهارات وملح وفلفل اسود في نفس البوله اللي انا حطيت فيها اهو البصل اللي باقي، انزل عليه بقى بعصير الليمون. واخدين بالكو اهو، البصل بالثوم، انزل بقى عليه بعصير ايه الليمون، وبعدين احط عليه ايه الهوت صوص بتاعي، وبعدين العسل الاسود، وبعدين الزبادي والكاتشب والصلصة اهو، واقلب كل ده. شايفين، الله الله الله، التتبيلة دي بقى حكاية. طبعا مش هحط ملح ولا فلفل اسود تاني، خلاص اشيل الحاجات دي عشان تشوفوا عندي هنا. انا عملت ايه الاول، انا تبلت الاول الفراخ لوحدها ببصل، ثوم، ملح وفلفل اسود، زعتر، سبع بهارات. فرخه، فرخه اعياد، الفرخه دي فرخه اعياد تشرفك على اي سفره على اي لمه، سهله وبسيطه ومنجزه جدا جدا. وكمان ريحه الفرن بتبقى مدياها، وطعم الفرن كده مدياها طعم تاني، وكمان سهله جدا من غير اي مواعين. خلاص تبلتها ببصل وثوم وملح وفلفل اسود وزعتر جاف وايه بهارات، وبعدين حطيت بقى عليها كل التالي اللي هو ايه بقى، وانا بقى شغاله كده حطيت عليها بقى التتبيله التانيه، حطيت عسل اسود وحطيت ليمون وحطيت كمان عندي هنا الصوص الحار، وحطيت كمان هو الهوت صوص، وحطيت الطماطم والكاتشب، الصلصه والكاتشب،
وبس، وزبادي طبعا. اوكي بصوا بقى التتبيله كده دخلت جواها وايه وعاشت. المفروض انا نعمل ايه؟ اسيبها. بصوا اللون اصلا عامل ازاي، شايفين لونها ده؟ طبعا نتيجه العسل الاسود مع الكاتشب مع الصلصه، هما اللي بيدونا يا جماعه توليفه الالوان الحلوه دي. بصوا انا شغاله في السيرك. خلاص، هما اللي بيدونا توليفه الالوان دي. اعمل ايه بقى؟ تعالوا اقول لكم هعمل ايه. هروح جايبه الكيس بتاعي واروح جايبه الصينيه بتاعتي اهي. خلاص اجيب الكيس بقى اهو. ده طبعا ياخد فرختين مرتاحين. ممكن اعمل كل فرخه في كيس برضو اهي. هعمل ايه بقى؟ تعالي بقى معايا. هروح جايبه البطاطس متقطعه مكعبات ورمياها هنا، وادي البصل كمان تعالوا نقطعه انصاص ونرميه اهو. بصل صغنن كده بيطلع طعمه حلو قوي. وبعدين عندي هنا كمان شوية بصل فرط يعني مبشورين او متقطعين احطهم، وادي الطماطماية اروح عاملاها كده بس كده واروح حطها. وعندي طبعا ايه جزر. وقرن الفلفل. اعمل ايه بقى؟ خلاص كده انت خلصتي على فكرة، شفتي السهولة؟ ريحتها اصلا تجنن، مش ملوش نصيب ان هو يتلبس. ده نلبس واحد كمان. يلا هروح بقى جايبه الكيس الحراري زي ما انتوا شايفين كده، انا مليته بالخضار بتاعي، وراح جايبه الفرخه الحلوه بتاعتي دي اهي، واروح مدخلاها هنا شايفين اهو، وقفل عليها بس كده. بس كده. تعالوا نعمل الكيس التاني. طبعا قلت لكم كل واحده ممكن في كيس، ممكن الاتنين مع بعض. هحط ايه الجزر واحط البصل وبرضو البطاطس. طبعا بقى الفراخ تنزل كل الصوص بقى الخطير بتاعها ده. هتلاقوا الخضار ده ليه طعم تاني، وشوية بصل حلوين كده، وادي الطماطمية اللي بنفتحها اهو بنسيبها اهي، بخليها كده بس ماشي. واحط كده واريحها هنا، افردها كده واجيب الفرخة الحلوة بتاعتي. زي ما قلت لكم حلاوتها انها تقعد في التتبيلة بقى. اعمليها كده قبل الفطار وانتي هتفطري، اعملي الحبة دول الشغلانة دي كلها على الغداء قبلها بساعة ونص تروحي مدخلها الفرن. بصوا انا عملت ايه، خدت شوية تتبيلة هنا، وكمان هاخد شوية تتبيلة هنا. بس كده. واروح عندي هنا بقى الحاجات اللي بتقفل الاكياس، ممكن استخدمها او ممكن استخدم على طول اهو. دي بقى حاجات للاكياس. الاكياس حتى الان الاكياس الحراريه ما تقلش عليها اي حاجه، فاحنا بستخدمها. يعني ايه ما تقلش عليها اي حاجه؟ يعني ما طلعتش ابحاث تقول انها مضره او بتسبب حاجه، فعشان كده انا بستخدمها كتير في المطبخ وانا مطمنه على صحتنا احنا وولادنا اهو. وادي الكيس التاني وهي برضو اقفله. مهم جدا بقى اجي في الجنب كده واروح مديه ايه، خليها في الجنب العالي عشان ايه، واروح مديلها فتحه كده بسيطه
دي علشان الدخان ما يتحبس جواها، واجي اطلعها افتحها الاقي نفسي ايه وقع في مشكلة. فرن السخن بقى على درجة حرارة 200-220 زي ما انت عايزة، وندخلها. هنعرف ان هي استوت ازاي؟ دي مش هتستوي، دي هتدوب. كبرها كبرها لو هي 1.5 كيلو مش صافي، هتاخد 1.5 ساعة كبرها. ازيد من كده طبعا هتاخد وقت اكتر من كده، علشان انا بلاقي ناس كتير بتبعت لي يا فيفا الفراخ ما استوتش. طب الفرخه كام؟ تقول لي 2 كيلو. ما هو طبيعي ما استوتش، يعني 1.5 ساعة مش هتسوي. دايما احسبي كده نص ساعه لكل ايه 500 جرام. تعالوا ندخل بقى الفرخه الحلوه بتاعتنا. انهي اسخن؟ تعالوا نحط هنا اسخن. يلا بينا يلا بينا، ريحتها حلوه قوي. خلصنا ايه دلوقتي؟ خلصنا الفراخ، ونشوف بقى الفرخه بتاعتنا ايه اخبارها. الله، تعالوا يلا تعالوا. طبعا طبعا هي ايه محتاجة تستوي اكتر من كده. طيب انا عملت ايه؟ انا المفروض ان هي بعد ما استوت بروح عاملة ايه؟ بروح جايبة الكيس وقطعاه تماما، ومديالها كمان وش حلو كده زي ما انتوا شايفين. خلاص كيس بشيله، والخضار عندي هنا بيستوي. الفرخة 1.5 كيلو يا جماعة بتاخد بالظبط 1.5 ساعة. فرخة 1.5 كيلو مش صافي، يعني 1.5 كيلو كده. انا بقول للفراج اديني فرخة 1.5 كيلو فهو بال ما ينضفها ويشرشها فالحاجات دي كلها بتعمل معايا ايه؟ وزن طبعا. بس كده. وبرضو عندي هنا الخضرة بتاعتي حطيت عليها برضو حركات اهو، احط عليها اي حاجة خضرة عندي، وكمان جزر والخضرة بلونها واقدمها طبعا على ايه البلانشة بتاعتي. هتجربوا المحشي الاخضر، هتجربوا الفرخة، فرخة اعياد سهلة جدا وبسيطة.